نعم، صباح النور. بالفعل يعني يدفع المواطن اللبناني جنوبا باهظا ثمن الحرب والعمليات العسكرية المتبادلة على الحدود جنوبا، ليس فقط في الأرواح إنما أيضا في الماديات، ونتحدث عن تدمير المنازل وعن نبتة التبغ، شتلة التبغ بشكل خاص التي يعتمد عليها الجنوب تقليديا على زراعتها كونها لا تحتاج إلى الكثير من المياه. المحصول هذا العام من التبغ قد يتراجع لأكثر من 50% ويتضرر معه أكثر من 16,000 مزارع جنوب لبنان، وهذا الأمر للأسف لن ينسحب فقط على هذا العام فقط، بل لسنوات مقبلة أيضا، كون يعني الفوسفوري الأبيض الذي ضربته إسرائيل على الأراضي هناك وسياسة الأراضي المحروقة التي تعتمدها قد تؤثر على إمكانية استصلاح هذه الأراضي في وقت قريب، وبالتالي الاعتماد مجددا على التبغ يعني كإنتاج أساسي يدعم المزارعين هناك. يعني إذا أخذنا كمثال مثلا ضيعة واحدة، بلدة واحدة مثل عيترون فيها أكثر من 900 مزارع تبغ، اثنان فقط تمكنوا من زراعة أراضيهم لهذا العام، هذا ما يؤثر على جزء كبير من المزارعين في هذه المنطقة. وأيضا يعني وحدها بعض المناطق الداخلية تمكنت رغم الخطورة من الوصول إلى أراضيها المزروعة، ولكن في مطلق الأحوال المحصول تراجع بأكثر من 50% وأثر على حياة هؤلاء المزارعين هذا المحصول ومستقبلا أيضا. بالفعل.